السلام عليكم، أنا تلميذ جديد. تعلمت كل يوم في المدرسة إلا يوم العطلة. المدرسة كبيرة، فيها فصول كثيرة. لي أب وأم وأخ وأخت وجد وجدة وعم وعمة وخال وخالات. الأب والأم لبيان تربية حسنة. العم أخ الأب والعمة أخت الأب. الخال أخ الأم والخالة أخت الأم. ونحن نعيش مسرورين. أشكركم شكرا جزيلا على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.